بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي اختار حمده آخر الدعاء لأهل جناته، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحلقة شني تونات يو برنامج كيني لطائف قرآنية في مفاتيح تدبر معاني القرآن الكريم يا آل بانكسو بنو إن إزدلستاك أيضا الله سبحانه وتعالى سي قلبينا وجرع تدبرنا على النوف وافجيه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه نب. ما أنت أيضا إزدلستاك كسو بن دون إن شاء الله تعالى وحويان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. هل كان أيضا حلقة فهم يا مهم إلا إذا شيء لا يقانوا الإخلاص. إخلاص نحل قفك مؤمنك وحول بأسوبنا إن الله درتي وأعمال ونفسنا الله درتي أسوبيه هدي وتكنا الله درتي إنه وتكتو هدي وصوما إن الله درتي وصوما هدي ومارتي تكو إيه صدق وبحسنا الله درتي وبحيو هدي جهاد هذا الله درتي وآذو وحول بوقانا إن الله درتي سبحانه وتعالى أسوبي إخلاص أولي ماذا مركا إخلاصك مهم ديسا عايدا عايا نوت المانتي عايدا كلان وجران قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين. آية كلا ألا لله الدين الخالص. إخلاص كما ركا إنت بدن تذكيني فهمان محل كي صورت وقلبك إخلاص أفكاس كي يمئ معه قفكو حالي أبا هذا لو ناكسين نوكو هذا الله برنامج وصوب برنجا موح قابنا لكن قلبك حقي سنة إخلاص كيهين مركا إخلاصك وشيء الله سبحانه وتعالى وقطع العظم قلب المؤمن مركا نكاس تصالح هنا الوفاه مكرا هدي تصالح علماء يبيحنا عن نيسو كوا وهي تصالح هنا أي كبحيان إخلاص دارتي نفانتيد فاميلي وككوا من سدح قف وآبى هايو يعنيير فاميلي كانوا لديهم مل في عم بيتجيهم الله شهد إسكو آدم تاي لكن هل مشكلة قوانو أبي الصبح إنتو كلام وشقاء كلام مغرب كي يصلى الله ما مد أما هويدنا وحيو كلا هذا سدوا كلا شقاء وحيصلى الله تا مغرب كي عنق يلا مرك أي ارتقف كور هاي الدرية لا أي الله وين يا وحيكو الشنا ما دام والدين تيه عنقنا واجب وكساريه أيضا شقين كاس يكون مش خلصين شقاء لا أدو ناقصين أي كيانان شقاء لا أصنع شقاء إذا أما شقاء دي سيتهي قفك أو شلو كنسن دونان يعني كان كلية وكور هي وحول بالربين وقبته شقاء لا في عم بيهري دونان هل مشكلة هاي شقاء لا أصنع وحول بالله الشيغو أما قبل الله ميل بكو قرته ورقد أصنع دربك أيو كل دكسة انت أيو قبته كمان أبديو كمان أيريو مركا هدي عني جير تيم تيبل كومس عليه شقاله قرا مقرنايا ركو رغا دي الله ورغا وفيرا دي الله وفيرنا انت حلقا سي دي الله وسين حلقا جيف دي الله وجيفنا مال مال ما كما دا عني كيرا دو عرور و عاد دونا دنك ايو مالتي بركه حافظه كوتاش اما ميش اسمين بول اما ميل مالتي يعني بي كجران مركا و اركا شقاله وحا يعني لا ربي انه سو قبطه دي وصو عليو مارتي ماشا وكسو وضو لكن ما صوبنا يوحو كل عوانا يورقدي سيوحو ليه عني كان بركدة بيها كجرتا وكسو عده كسو قواميري كو قرانت مالها سومان يعني مجرتا وهفسنا يا مجرتا وسكدينا وعركة عني كو كل عيو بركدي بيها حدنا ورقدي سيو كل عوانا مالي كو قرانت مجرتا يعني كقابو عني كان مركو داعيو يعني يسان قده كلينا ميا عنيجي جودها كو قيلنا وياه مغلا ومرتين نفقاها ومال أي كو قرنتها مجرتها والقديسة عنيجي كان كسر بيع بيها يوسف كل مني مايا سكدي ويريش قديس معانه
markii habeenkii maamadii aabihii imaadaan shaqo walba way diyaarsantay cuntadii, laakiin cunugii ma arkaan. Waxay weydiiyey cunugii ah, wuxuu yidhi barkada soo socda arkay, kabacdina barkada ayuu ku dhacay, kabacdina waxaa ku dhacay wuu ku dhintay. Wadaadi maxaa qabanaysay? Markaas wuxuu yidhi dee shaqadee ma ahan, waa idinkii iima sheegay cunigan barkadan ka celi, hadduu ku dhacna ka soo bix, meel ay sheegteen maa jirto. Marka walilaahi almathalu, tan waa tusaale ahede, waxay dhahaan walilaahi almathalu calaa culimmada. Qofka la tilmaamayo shaqaale waa adiga. Dhulkan wanaagsan, meeshan wanaagsan ay degan yihiin oo mataacday ku haystaan, mataacu dunyaa wahiya qaliil. Qofkan waa aabaha iyo hooyada waalidka ah, oo hadhow shaqadaadi in yacni saxta iyo qalad ku xukumin doonana waa Allah, walilaahi almathalu alaa. Ka soo qaad marka adiga waalidkii hadda dib ugu laabo. Shaqaalahanana shaqada wanaagsan qaban jiray maalinkaas, yacni maxay kula tahay inay raalli ku noqdeen? Maa u malaysaa in uu dhaho keliya shaqadayda maahan, oo waxa yani cunigii ay u dirsteen dhan uu ka dhinto meesha. Waaba cunigii shaqada wayba dhamaatay soo ma, halkaasay ku kala baxayaan. Haddaysan ba yani dilin oo mise xirin shaqaalahan waayo waa waalidi, cunigii waxay kusoo biyeen yani darti, cunigii waxay kusoo biyeen darti. Sidaa darteed Allah subxaanahu watacaala wuxuu noo abuuray wamaa khalaqtu aljinna walinsa ilaa liyacbuduun buu noo abuuray. Cibaadadaas haddii aad dhahdid maalan ikhlaas kuma daray, waayo adigii oo shaqaalihii hadda dhahay shaqadayda maa, cunigii dhan laguu dirsaday yacni inaa ilowdid oo shaqadiis cuntii aa keliya inaa dharkiis dhaqdid aa ku mashquusha, naftiis dhan aa badbaadin weysay. Naftiis ayay u dhigantaa marka yacni cibaadada ikhlaas maqaamka cuniga ay ugu fadhiday naftiisa, ee waalidkana ee yacni muhiim ugu fadhiya, ayaa maaragtay Alla subxaana wa tacaalana muhiimad ugu fadhida in ikhlaas yacni aa la imaadid mar walba. Marka waxaan ku arkaynaa qur-aanka, waxaan qaadanaynaa tusaale yani thamara ama faa'iida laga helo alikhlaas. Suxbat alcibaada cafwan, sixat alcibaadati liqowli tacala, in cibaadada ay ku saxnaato. Alla subxaana wa tacala wuxuu yidhi faman kana yarjuu liqaa rabbi falyacmal camalan saalixa, marka hore horta camal suuban ha suubi, walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada, yuusan u shirkiyeyni shirk. Wax ka mid ah shirkulasqar waxaa lahaa riyaa ka mid ah status. Midka labaad nusrat lumma, waxay ku maanaysaa ikhlaas. Alla subxaana watacaala cafwan, rasuulkeen sal lay slam wuxuu leeyahay inamaa yansuru llahu hadii lumma bidaciifiha bidacwatihim wasalaatihim waikhlaasihim, saxiix targhiib watarhiib ayuu ku jiraa. Alcifaaf wasiyaana ayaa laga helaa, kadalika linasrifa canhu suu, in maaragta hadii aad mukhlis tahay in xumaantii lagaa leexiyo. Kadalika linasrifa canhu suua walfaxshaa, nabiyullaahi yuusuf markii laga leexiyo xumaantii. Innahu min cibaadina almukhlasiin, ay la damacsaneyd boqoradii. Annajaatu min iqwaati shaytaan, inuu shaytaan maaratay uu ku dafo oo maaratay maskaxda ka xad ayaad ka badbaadaysaa. Wuxuu leeyahay walaa ugwiyannahum ajmaciin, dhammaantood waan dubsin doonaa oo waan dhumin doonaa uu leeyahay. Ilaa ayaa laga soo reebay cibaadaka minhum lmukhlasiin, ilaa cibaadaka minhum lmukhlasiin, waa kuwa mukhlasiin kaliya ayaan iga badbaadi doona ayuu leeyahay. Caqiidada inay saafi noqoto ayaa ka mid ah subxaana allahi camaa yasifuun ilaa cibaada allahi lmukhlasiin, gaalada waxay ku sifaynayaan alla subxaana wa tacaala awlaad buu leeyahay. Waxa markay tilmaamayaan waxa intaa ka badbaadsan keliya oo sif saafi ay u tahay caqiidadoodii waa in mukhlasiinta ilaa cibaada allahi lmukhlasiin, in alla subxaana wa tacaala uu doorto kuwa mukhlasiinta. Innahu min cibaadina lmukhlasiin, in maaragtay maxabatu lkhalq alla subxaana wa tacaala yani mukhlasiinta ahlu samaawaati ardiba ay jecel yihiin, istijaabatu duaana ay tahay ducadoodana la ajiibo, sidai qisatu bani israaiil, dadkii oo thalaath reer bani israaiil ahaa ee godkooda maaragtay ku xirmay, mid kastaba si oo dhab ayuu maaragtay ikhlaas wuxuu usuubi u sheegay oona ku ducaystamana ay badbaadeen. Waxaan alla subxaana wa tacaala weydiisanayna in cibaadadeena uu ka dhigo mid khaalisan mukhlisan liwajhi alkariim ay noqoto. Wax walba aan qabanayno, camal walba aan qabanayno, socodkeena, fadhigeena, wanaag khayrkaan gudbinayno, dacwadaan qabanayno, dhan walbaba nolosheena ka mid ah in ikhlaas subxaana wa tacaala alla noogu arsaaqo. Hada wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku xirnow xog waran media oo kala soco barnaamijyo ku xiise geliya
subscribe na dhe oo comment iga hanala dhaafin han ilaabin inaad sii share kareysa xogwar media wehelkaaga ka dhigo xogwar media ha noqdo wehelkaaga